الحمد لله انها جت على كده. فعلا يا احمد الولاد كانوا ممتازين. كنت عايز اطمن على شكري وابراهيم. اطمئن، اصابتهم بسيطه خالص. وايه اخبار الجرح؟ بسيطه، خدش خفيف. ده مش خدش، ده نشان. وهتمضي اجازتك فين بقى؟ هما 6 ايام، 3 عند والدتي في الفيوم، ويوم ازور اختي في طنطا، ويومين في مصر اشم نفسي. لما تنزل مصر لازم تفوت عليا. فين؟ في النادي طبعا. لا يا عم، انا ماليش في الفروسيه وركوب الخيل، انت راجل هاوي ودي متعتك، مال انا بالخيل وركوب الخيل. ايه ده؟ بتعمل ايه يا عنطور؟ استنى شويه اريك من العين وضع ايدك. بريها من العين. محمود هو اللي هيكسب. انا قلت احمد. هو امر عسكري يا بابا. ايوه احمد يكسب. النادي النهارده حاجه تشرح. ما هو دايما بيبقى كده يوم السبق. لا يا كابتن، النهارده حاجه تانيه، مشجعين اكتر ومعجبات اكتر. عن اذنك. ايدك بقى على الرهانة يا ابو الحناطير. يا جدع ابعد عني، هو اللي ناقصك؟ الله،
احنا مش متراهنين على باريزه؟ رهان؟ اعوذ بالله، انت ما تعرفش ان الرهان قمار، والقمار ميسر، والميسر رجس من عمل الشيطان؟ يعني ايه؟ مش هتدفع ولا مليم؟ هي دي المرجله؟ الحاجات دي يا حيوان ما فيهاش مرجله، انا عندي اخش الجنه وليا ولا اخش نار راجل. ايدك على الرهان بقى يا بابا. رهان ايه؟ اهي ماما شاهدة. عرض لك يا كابتن. ما يقع الا الشاطر. العيب كان في الحصان. ايوه ايوه، لازم في حاجه مش تمام. الحصان مالوش ذنب، انا اللي ما اتمرنتش كويس. عن اذنك يا احمد. اتفضلي. على فين؟ رايحه هني محمود. محمود معجباته كتير قوي، كان حقك تواسي صاحبكم بكلمتين تشجيع. اهلا يا ون. مبروك. ميرسي. انا شايفه المهنيين كتير قوي. بس مش كل المهنيين زي بعض، في تهنئه ليها قيمه خاصه. الله، انت لسه بترسمي؟ وما ارسمش ليه، انا احب اسجل الانفعالات في وقتها. متاسفه قوي يا بابا، اصلي كنت بهني محمود. احمد لو كان اتمرن كفايه ما كنتيش هنيتي زي محمود. ما تنساش ان محمود بطل. انا يعجبني احمد اكتر، مهذب ولطيف واخلاقه عاليه، تحس انه انسان يعتمد عليه. انا لما كنت بكلفه بمهمه ابقى واثق انه هيأديها على اكمل وجه. في الحقيقه يا عبد الرؤوف هو راجل في كل تصرفاته. انا كنت دايما اعتبره ابني. الحمد لله، أخيرا الأستاذ وافق على المشروع بتاعي. مبروك. الله، أنت لسه ما خلصتيش مشروعك. مش قادرة أشتغل. ليه يا بهي؟ على فكرة أنت كسلانة قوي. أنا في حاجة اتحطمت جوايا، حاجة بتخليني عاجزة. كل اللي بقدر أعمله إني بعبر عن اللي بحسه بشوية خطوط كاريكاتير. بس أنت ممتازة في الكاريكاتير، مش لازم تحسي بكده، لازم تتفقي. لا أنت لسه قدامك حاجات كتير حلوة في الدنيا. سهل عليك انك تقولي كده، لانك ما شفتيش اللي انا شفته. لو شفتي نفسك فجأة من غير بيت ولا اهل وعايشة في خراب، لو كنت شفت اللي حصل لنا في الاسماعيلية ما كنتش تقولي ان الدنيا فيها حاجات حلوة. انتي مش غريبة في وسطنا يا بهي، انتي واحدة مننا. وبكرة هترجعي بيتك وتشوفي كل الحاجات الحلوة اللي انتي سبتيها. ربنا كبير. ايه ده؟ بقى معقول محمود كده؟ وايه الغريب اللي فيه؟ طب ما هو كده. حرام عليك يا بهي. والله دي وجهة نظري فيه. بس دي وجهة نظر قاسية جدا. جايز. وجايز تكون خدعة. في كلا الحالتين احنا مستعدين. لازم عملية الهجوم تتم كأنها طابور. فعلا. هو ده اللي بنعمله يا فندم. وفوق كده احنا بدأنا عمليات الاستنزاف. كل مواجهه مع العدو خليناه يركع قدامنا. لازم ناخد بطارنا يا احمد، احنا اتظلمنا. اطمن يا فندم، لهم يوم. بس على الله ما نستعجلش المره دي، قبل ما نستعد كويس. القرار قرار القياده يا فندم، وان شاء الله يكون في وقته. اهلا احمد. اهلا يا منى. احمد جاي يودعنا قبل ما يسافر البحر الاحمر. وهتسافر امتى؟ منتظر اوامر في ظرف 12 ساعه. تيجي بالسلامه. عبد الرؤوف. عبد الرؤوف. ايه ايه ده يا عبد الرؤوف؟ سايبني محتاسه لوحدي. محتاسه في ايه بس؟ قوم تعالى. اوه ايه ده؟ في ايه؟ سيبهم يا اخي يقعدوا لوحدهم، يمكن عايز يقول لها حاجه، ترد عليه بكلمه، يتكلموا، يتفاهموا. يا نصحه يا مراتي.
ماما دي طيبة قوي وقلبها أبيض، تزعل بسرعة وتتصالح بسرعة. أنا بشوف فيها ماما الله يرحمها. ما قلتي ليش؟ إيه؟ أجيب لك إيه من البحر الأحمر؟ هو في إيه في البحر الأحمر؟ حاجة شفتيها وعجبتك افتكري. العودة صدف اللي شفتيه على نيلي في النادي. ياه، أنت لسه فاكر؟ عمري ما أنسى حاجة بتحبيها. بالمناسبة، أنت هترجع إمتى؟ والله مسألة سفري ورجوعي دي العلم عند الله. ليه؟ في حاجة؟ أصل هعمل حفلة لبابا وماما بمناسبة مرور 25 سنة على جوازه. إمتى؟ 3 الشهر الجاي. يبقى لسه قدامنا 12 يوم. إن شاء الله أحضرها حتى لو ما عزمتنيش. أنا يا عم مش هتخرج. هو معقول بعد التعب ده كله أروح أندفن في الرمل والتراب؟ عندك حق، بناء الشهادة. هم ياخدونا من الدار للنار، ولا إحنا عارفين هنحارب ولا مش هنحارب. مفيش فايدة. البلد دي خلاص انتهت. البلد بخير يا محمود، البلد هتحارب وهتنتصر المرة دي. يا شيخة بطلي بقى، ولا بتوع الاتحاد الاشتراكي عملوا لك توعية؟ أنا بتكلم جد. هي دي ما عندهاش غير الكلام في السياسة. طب أنتِ عارفة بقى بهية دي؟ أنا قلبي حاسس. خليك ورا قلبك لحد ما يوديكي في داهية. والله ما حد هيروح في داهية غيرك. اللي هو أنا. طب بكرة تسمعي وتعرفي كويس محمود ده هيبقى إيه؟ أنا هفاجئكم كلكم بخبر قريب. ايه هو الخبر يا محمود؟ مش هتقولي؟ لا مش دلوقتي. اجري يا مكسعمة، مد يا مراقب يا فطحاني. ست منى اهلا وسهلا. اهلا يا حنطور. امال فين سي احمد؟ سافر البحر الاحمر. مش معقول يخلى بينا كده، ده انا محضر له سلطانه، حالف لاخد بطاري من الواد عجه، وان شاء الله هاخد منه البريزة. الله، انت مش بتقول الرهان يودي النار؟ لو الواد عجه كسب، لو انا كسبت يودي الجنه. توديني الجنه ولا توديني النار؟ انطقي انطقي يا فطحاني. والله اهلا يا منى، اخبارك ايه؟ شوف يا ستي، ها انا جايه بقى اعزمك على عيد جواز بابا وماما 25. مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يخليهم لبعض. امال فين محمود؟ لازم قام يتريز على الحصان. انت دايما حاطه نقرك من نقره؟ اصله هجاز كبير، اخر حاجه طالح فيها انه هيفاجئنا بخبر قريب. ثانيه واحده بهي وراجعه لك حالا. محمود. اهي والله عارف، يوم الاربع اليوبيل الفضي لبابا وماما. تعرف يا منى، منتهى السعاده ان اتنين يحتفلوا بمرور 25 سنة على جوازهم. عبالك. بالمناسبة، ايه الخبر اللي انت مخبيه عنا؟ لا دي مفاجأة. مفاجأة ليا انا كمان؟ ايوه، بس هقولك عليها قبلهم كلهم. طب ما تقولها لي دلوقتي. لا، هفاجئك بيها في الحفلة. بتسلم القاعدة يا فندم. اتصل بيه ينزل ياخدنا. نسر أربعة من الستة. نسر أربعة من نسر ستة. أسمعك بقوة 5/5. اضطررت الهبوط اضطراري على نفس خط السير بسبب إصابة في خزان الوقود. أرجو التقاطي. علم، أنا في طريقي إليك. أهلاً
لازم تعقل شوية، دي ما بقتش شجاعة، دي ده تهور. اللي بعمله ده له شجاعة ولا تهور، ده واجبي وانا بقوم بيه. الشجاعة الحقيقية بقى اني نويت اتجوز. لا اهو ده بقى التهور بعينه. انت بتتكلم جد؟ طبعا، هي الحاجات دي بتاعت هزار. ودي مين بقى تعزت الحظ اللي قررت تبليها بذاتك المصون؟ اتلم يا جدع انت وبلاش قلة ادب. طب قول لنا بس، اللي انا بحرمكم المصونة تبقى مين؟ بنت العميد عبد الرؤوف كامل. وسيادتك ناوي تتجوزها وتشوفها ثلاث ايام في الشهر؟ ولا ناوي تستخيل وتقعد جنبها؟ هو انا يعني بقى الوحيد اللي هتجوز في الجيش؟ طب ما حسين اهو متجوز ومخلف ثلاثة، وما بيروحش البيت غير ثلاث ايام في الشهر. بس انا بقى متجوز ومضيت ثلاث ارباع المدة، ومنتظر افراج لحسن السير والسلوك. وبعدين منك لو تخافوش الراجل من الجواز. ما تصدقش يا احمد، انت راجل شجاع، خش ولا يهمك. انا حبيت بقى اتزوج من البيت كده ولا كده، تبقى تبلغ عيادة وخش المستشفى. ارفع عليكم يا ولاد، كسفتوني. ايه والله زي القمر يا فندم. عقبال 100 سنة يا ماما. وانت كمان يا بابا. مبروك يا فندم. على اذنك يا فندم. اتفضلي. كل سنة وانت طيبة يا طن. كل سنة وانت طيب يا عنكل. وانت طيبة. مالك كده واقفه مش على بعضك؟ في حاجه قلقاكي؟ انا حاسه ان محمود هيخطبني لله. دي محمود هو قالك كده؟ ما قاليش، لكن كل تصرفاته مخليني احس ان هي دي المفاجاه اللي محضرها لي النهارده. والنبي انت على نياتك. ازاي بقى؟ اصل محمود مش بتاع جواز، ده اناني ما بيفكرش غير في نفسه وبس. اهو انت كده دايما ظلمه. طيب اما نشوف. تعال قولي بقى، ايه هي المفاجأة؟ انا جبت عقد عمل من المانيا. عقد عمل؟ ايوه، وهسافر الاسبوع ده. وهتقعد كتير؟ ان شاء الله 100 سنة. مش هرجع غير لما ابني مستقبلي واوريهم كلهم انا هبقى ايه. منى، ما تنسيش تكتبي لي، انا هكتب لك اول ما اوصل. 100 سنة؟ هو ده الخبر اللي انت كنت مخبيه؟ ايوه. ايه رايك؟ الحقيقه هي فعلا مفاجأة. مبروك. اهلا يا ماما. ازيك يا ابو شير؟ الحمد لله.
ميرسي قوي يا حبيبي. ده حتى احلى من العقد اللي انا شفته. ده بس عشان انت اللي لابساه. اسمعي. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. أنا طلبت إيدك من بابا وهو وافق. أنت رأيك إيه؟ ما قلتليش رأيك إيه؟ قوم
قومي يلا بلاش كسل. ولا انت ناسي انت بيتي مرات مين؟ يعني حكون مرات مين يعني؟ مرات مين؟ مرات راجل عسكري اتعود يقوم على نوبة صحيان من 5 صباحا. تمام يا فندم. لا بعدي مش نوبة صحيان. جواب يا فندم. جواب؟ متشكر. محي ابراهيم. محي؟ مش معقول، ازاي عرف؟ محي مين؟ محي ده من اعز اصدقائي. تصور انه بعد ما خد لسانس الحقوق اتجه للموسيقى ودلوقتي بقى اشهر عازف جيتار. تصور انه مؤلف لنا لحن مخصوص بمناسبه جوازنا. يبقى هو ده اللحن. الولد ده راح لما نسمع. تعرفي من امتى كنت بحبك؟ من امتى؟ وانتي قد كده كان شعرك طويل ونازل على كتافك. طب ليه ما كنتش بتقولي؟ كنت بفضل اني احبك من بعيد واحلى مني فارس وخطفتك على حصاني. وبعدين؟ وبعدين دخلت الجيش وبقيت طيار. بس ما خطفتنيش بطيارتك. لما دخلت الجيش اتعلمت حاجات كتير علمها لي باباكي، كان مثلي الاعلى، وكنت بتمنى ابقى زيه عشان اقدر اقدمه. تعرف لو ما كانش بابايا كنت قلت لك انك زيي واحسن. أستاذ أحمد، الرسالة دي وصلت لحضرتك وأنت بره. مش ممكن السعادة دي تفضل على طول. في إيه؟ أبداً، بسيطة. أهلاً يا حبيبتي، أهلاً يا محمد، الحمد لله على السلامة. أهلاً. أهلاً يا أحمد. أهلاً يا عمي. أهلاً يا أحمد، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا طنط. خير يا أحمد؟ لا أبداً، وصلتني إشارة ولازم أسافر فوراً. مفهوم مفهوم. هو إيه اللي مفهوم؟ يا ستي احنا في حالة حرب، الحمد لله انهم سابوه 5 ايام بحالهم، دي ما بتحصلش. طبعا لاذنكم انا لازم امشي دلوقتي. أنا حبات عندكم الليلة دي. الليلة دي بس، ومن بكرة هتروحي بيتك. ست منى. في ايه سيد؟ في واحدة ست اسمها بهية عاوزة حضرتك. أهلا يا بهية.
اهلا يا منى. وحشتيني. سمعت انك جيتي من يومين، رحت لك النادي قالوا لي ما بتجيش، قلت اجي اطمن عليكي. ميرسي يا بهاء. ان شاء الله تكونوا قضيت شهر عسل كويس. هو احنا لحقنا. المهم ازاي حال احمد معاكي؟ الحقيقه احمد انسان ممتاز يا بهاء. ربنا يسعدكم. عقبالك. انا ما بفكرش دلوقتي ابدا في الجواز. ما قلتليش ايه اخبار المعرض بتاعك؟ غالبا الشهر الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. الله، على فين؟ هو انت لحقتي تقعدي عشان تمشي؟ انا جيت اشوفك بس، اصلا عندي ميعاد مع دكتور السنان وتاخرت. اشوفك بكره في النادي. بكره؟ يمكن. مفيش يمكن. انت ناويه تحبسي نفسك في البيت ولا ايه؟ حاضر. يا صباح الفل، الشقة الأنوار. الحمد لله على السلامة يا ست منى. أهلا يا حنطور. فينك من زمان؟ ازيك يا حنطور؟ كويس؟ بنفسك يا ست منى. امال فين سي احمد؟ لسه ما رجعش من الجبهه. بالسلامه ان شاء الله. حق لو كان موجود ليله ما اتولد بلبل كانت ليله سودة، ليله مقنديله. ليه؟ الولاده كانت متعسره قوي، كنا هنعمل لها قيصريه. ده انا حتى فكرت تجيب لها هدايه عشان تولدها. الله يجازيك يا حنطور. المهم مش هتتجدعنوا بقى وتجيبوا لنا بلبل عشان يركب بلبل؟ هيحصل يا حنطور. احمد وحشتيني يا منى. بحبك يا نبي.
سبحان الله في طابعك يا فتحيه. انت عايزاها ترقص وتغني؟ واحده سرحانه بجوزها. ما كنتيش بتسرحي فيها انت كمان؟ كنت، بس ما كنتش حابسه نفسي زيها بدان رحيطان. اخرجي يا حبيبتي، فكي عن نفسك، روحي سينما، تياترو. انت بطلت تروحي النادي ليه؟ اصلي ما بقتش احب لا قعدتهم ولا كلامهم. اركبي خيل يا بنتي، القعده دي هتعجزك بدري. في دي امك عندها حق. انت لازم تعملي شويه رياضه، انت طول عمرك غاويه خيل. فيها ايه لو تتمرني كل يوم علشان لما يجي احمد تسابقيه وتكسبيه؟ التلقين النهائي لا اختلاف فيه عن التلقين السابق، سوى انه وردت لنا معلومات عن احتمال وجود موقع مدفعيه مضاد للطائرات في المكان ده. هي دي كل التعليمات. اي اسئله تانيه؟ اتفضلوا على طيارتكم. بالتوفيق ان شاء الله. نقيب احمد، دي تالت طلعه ليك خلال الشهر ده، اظن كفايه بقى. ومستعد للرابعه والخامسه يا فندم. بس انت بقيت راجل متجوز دلوقتي، يعني وراك عيله. عيلتي هي مصر كلها يا فندم. ومصر عمرها ما هتنسالكم اللي انتوا بتعملوه. مع السلامه. اهدى حساب في النادي كله، لا يعرف يهش ولا ينش. خايب. ده احنا بطلنا يخش السبق. ليه بقى؟ لانه بدل ما ينط الحواجز بقى يعدي من تحتيها. ميدو يا خايب. الله، هو محمود رجع امتى؟ من كام يوم رجع بعيد عنك بخيبه الرجا. كان فاكر انه هيجيب الديب من ديله. الظاهر ان الديب عصلك معاه. غريب. ولا غريبه ولا حاجه، انا عارف سي محمود كويس. ما تاخديش منه غير كلام. مياس. مفيش حتى حمد لله على السلامة؟ حمد لله على السلامة. أنا مش عارف ليه بتكلميني كده. أنا عملت حاجة زعلتك؟ أبدا، أنا بكلمك عادي. على العموم أنا اتعلمت حاجات كتير قوي من التجربة اللي مريت بيها. ابتديت أفهم نفسي كويس. كنت عايش في دوامة قبل ما أسافر. كنت حيران. دلوقتي أنا عارف كويس أنا عايز إيه. وأنت تبقي إيه بالنسبة لي؟ أرجوك، مفيش داعي للكلام ده. دي حاجات ما تهمنيش. منى! منى! يا منى! الست فين؟ راحت النادي. في النادي؟ من امتى؟ وبعدين بقى، انت ايه حكايتك بالظبط؟ عايز اعرف. مش فاكر اني عملت حاجة تزعلك؟ احنا مفيش بينا حاجة، لا تزعل ولا تبسط. ولازم تعرف اني متجوزة. هو كان حد قالك تستعجلي كده؟ وما استعجلش ليه؟ عشان استنى البيل كبير قوي لما يبني مستقبله ويرجع بعد 100 سنه. بس انا كنت هكتب لك. ارجوك بقى، انا ست متجوزه وبحب جوزي. ازيك؟ امال في منى هانم؟ منى هانم؟ منى هانم كانت هنا دلوقتي، وبعدين قالت لي يا حنطور. لا لا لا، قالت لي يا سي حنطور. انا عايز حصان هادي، فبعدين قلت لها يا مدام. حمد لله على السلامة يا احمد. ايه الغيبة الطويلة دي كلها؟ اهلا يا مشيرة، ازيك؟ ما شفتيش منى؟ منى؟ احنا مش قدها. اصلها بقت فريسة كبيرة قوي، وما بتركبش غير مع الفرسان الكبار. مش هتقولي في ايه؟ مش معقول كده يا احمد، انا عملت حاجه غلط. الظاهر انك مش حاسه انك بتعملي ايه. طب قولي. عمايلك كلها غلط فغلط. قولي بقى، ايه الغلط اللي انا عملته؟
انت ايه حكايتك مع محمود؟ حكايتي مع محمود؟ احمد انت اتجننت؟ انا اللي اتجننت؟ انا اللي بقيت فارس كبير وما بركبش غير مع الفرسان الكبار اللي زي محمود؟ انا اللي داير في النوادي على حل شعري؟ انا برضو كده يا احمد، انا دايره على حل شعري. امال كنت واقفه معاه ليه؟ وكان بيجري وراكي بالحصان ليه؟ هو كان بيحاول يجر ناعم وانا صديته طبعا. ما شاء الله، ويجر ناعم ليه؟ في بينكم ايه؟ الو؟ ايوه يا فندم. حاضر يا فندم، حالا يا فندم. مع السلامه يا فندم. انا لازم اسافر حالا، ولما ارجع ان شاء الله بصفي حسابي معاكي. انا طول عمري بحبك وبحترمك، وعمري ما خطر ببالي انك تدوسي على كرامتي بالشكل ده. احمد you
نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس في قطاعات عديدة، واستولت على نقط العدو القوية بها، ورفع علم مصر على الضفة الشرقية. أخيراً جه اليوم اللي أنا عايش علشانه. وتتدفق أنا لازم أنزل أقدم نفسي، لازم أعمل أي حاجة، وأنتوا لازم تعملوا أي حاجة، كلنا لازم نشارك، دي بلدنا كلنا. القاهرة. روحوا أي مستشفى. يا رب انصرنا. من قائد التشكيل إلى نسر ستة. من قائد التشكيل إلى نسر ستة.
اسمعك بقوة 5/5. في 3 عربات مجنزرة للعدو ومتجهة إلى قوة الإبرار. انفصل وتعامل معهم. علم. الحرب عملت فينا حاجات كتيرة قوي، غيرتنا من جوه. مين كان يتصور ان مشيرة تعمل كده؟ كلنا اتغيرنا يا بهية. فعلا، وانا اول واحدة فيكم. تعرفي انا اول ما هرجع الاسماعيلية هعمل معرض كبير كبير قوي، هصور فيه كل اللحظات اللي بنعيشها دلوقتي. انا حاسة بالقناة وشامة ريحة بحرها. ده انا رجعت زي ما كنت. ازيك دلوقتي؟ الحمد لله. منى، كنت عايزه اقول لك ايه يا مشير؟ انا مش عارفه اقول لك ايه. حكايه محمود والاشكال اللي حصل ده انا اللي كنت السبب فيه. منى ارجوك تسامحيني. الو،
ايوه انا العميد عبد الرؤوف كامل. مين؟ مش معقول. فين؟ طيب انا جاي حالا. خير يا مشيرة؟ احمد فين؟ يا دوبك لسه ناقلينه من اوضه العمليات. في يا دكتور؟ احمد ماله؟ مدام منى انا عايزك تسمعي لي كويس. اصابه احمد دقيقه وخطيره وجايز تترك اثر وتسبب له نوع من العجز. شلل؟ مش ممكن، مش ممكن. لازم تستقبلي الحادث بصبر وايمان. انت الوحيده اللي ممكن تقفي جنبه وتساعديه. وهو هيعرف الحقيقه دي؟ لازم هيعرفها، لان هو اللي هيعالج نفسه. المهم انت الدور عليك. صباح الخير يا مدحت. صباح الخير يا ليلى. صباح الخير يا ماما. ازيك حبيبي؟ تحب اجيب لك كرسي تقعد زي مدحت؟ كله محصل بعضه، هنا قاعد وهنا قاعد. خليني مستريح هنا احسن. بس انا مش قاعد قاعد، انا قاعد ماشي. شوف ازاي ده، انا اقدر اقف كمان. بس لازم حد يسندك. وماله، ما احنا دايما سندينكم، حتى وانتوا سلام بنسندكم. انتوا ليكم من غيرنا. انا معاك دايما يا احمد. يا رب بقى نرجع البيت عشان نبقى لوحدنا واخدمك انا بنفسي. ايه زي الحال؟ الحمد لله. الحمد لله. احنا مستنيين اوامرك يا دكتور. العلاج الطبيعي هيبتدي الاسبوع ده، ليكم انتوا الاثنين. يا ترى في امل يا دكتور؟ دايما في امل. في حالات كتير زي حالاتكم نجح فيها العلاج الطبيعي. وهنروح بيتنا امتى يا دكتور؟ قريب ان شاء الله. روح انت يا سيدي هات الحاجات من بره. اديك يا سيدي وصلت بالسلامه. عقبال كده ما نشوفك سليم 24 قراط. طيب يلا احنا بينا بقى فتحية علشان نسيبه يستريح شوية. متشكر قوي يا عمي. على ايه يا احمد؟ ربنا يطمن عليك دايما. الحمد لله على السلام. ادي احنا اهو رجعنا البيت. يا سلام يا احمد، مفيش احسن من بيت الواحد. مالك؟ ابدا. في حاجه مضايقك؟ انت مش مبسوط اننا رجعنا البيت وبقينا لوحدنا؟ مبسوط، على الاقل نعرف نصفي الحساب اللي بينا. الحساب اللي بينا؟
مش فاهمة. لا انت فاهمة كويس. وعلشان ما نطولش نخش في الموضوع على طول. انا مستعد اديك حريتك فورا. حريتي؟ انا مش فاهمة اللي انت بتقوله ده ابدا. يمكن ربنا عمل الحكاية دي كلها علشان تخلصي مني. ومين قال ان انا عايز اخلص منك؟ انت ناسي انك جوزي وحبيبي وكل حاجة ليا في الدنيا. انا مش عايز معاقب بطولة ولا شفقة. انا اقدر اعتمد على نفسي كويس. بس انا محتاجة لك. كل واحد منا يروح في طريقه. وانت عارفة طريقي كويس. ليه بتقول كده؟ مش عارفة ليه؟ عشان سي محمود. مش معقول يا احمد تظلمني. انا عمري ما غلطت. وانا مش هسيبك لحد ما تغلطي. على العموم انا راجل انتهيت. ومفيش داعي تعيشي معايا على امل وهمي. انا خلاص قررت وانتهيت. قررت؟ انا مش عايز اجرحك قدام الناس وقدام اهلك. مش عايز يقولوا انك سبتيني لاني احنا ممكن نقعد مع بعض شويه وبعدين نسيب بعض. انا مش عايز اسجنك معايا للابد. حرام عليك يا احمد. انا ما استاهلش كده ابدا. يا سلام يا احمد. انا عمري ما حسيت ان ربنا انصفنا الا بعد اكتوبر. كنت دايما بحس اننا اتظلمنا. احنا ما دخلناش حرب في يونيو. احنا انضربنا واحنا بنسحب لان ما كانش عندنا غطاء جوي. ما جاتلناش فرصة نقف قدام العدو. دي ما كانتش حرب. دي انتهت قبل ما تبتدي. بس المرة دي هنحاربنا كويس. لو تشوف الطلعات اللي كنا بنعملها. احنا دمرنا كل مواقع المدفعية قبل ما يبتدي العبور. سويتهم بالأرض. بس يا خسارة. أنا خلاص. كان نفسي أكون معاهم في السماء. عمري ما كنت أفكر إني هبقى على الأرض. انت هتفضل في السماء على طول يا احمد. دي حاله مؤقته. وبكره ان شاء الله هتخف وتطير وتعمل كل اللي انت عايزه. احمد معاد جلسه العلاج الطبيعي جه. مش يلا بقى؟ بالمناسبه يا احمد انت ليه يا ابني حابس نفسك من بيت لبيت؟ ايه ده؟ ما بتروحش النادي ليه؟ اروح اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ في حاجه يا احمد؟ معلش سيبيني انا. الف حمد لله على السلامة يا احمد. الله يسلمك. اهلا. يا صباح القشطة. ده احنا زرنا النبي. منور النادي يا سي احمد. منور البلد كلها. متشكر قوي يا حنطور. اوعى تخلى بينا بعد كده. ده احنا محتاجين لك قوي. بس مش هعرف اخليك تكسب الرهان. رهان ايه بس يا سي احمد؟ مش مهم الرهان، المهم انت. ده حتى بطلت رهان من زمان. اصل اكتشفت ان قمار ميسر، والميسر بيودي النار. ست منى الله يعمل بيتها بتديني باريزه كل يوم بدل ميسر. اهلا يا احمد. الحمد لله على السلامه. متشكر. اهلا بالبطل، نورت النادي. متشكر قوي. قلتلك بلاش اروح. انا ما عنديش استعداد ابقى فرجه للرايح والجاي. ليه بس كده؟
ده النادي كله كان فرحان بيك. فرحان بيا ولا بيكي؟ فرحان بينا احنا الاتنين. ما افتكرش كان في حد فرحان بيا. يمكن كان في حد فرحان فيا. حرام يا احمد تقول كده. انت بتتصور حاجات ما حصلتش. مش معقول كده يا حبيبي. ده انت سيد الناس كلها. انا مش سيد حد. انا عارف نفسي كويس. انا زهقت من نظرات الشفقه والعطف. احمد انا بحبك يا احمد. انا مش هروح النادي ده تاني ابدا. لو عايزه تروحي يبقى روحي لوحدك. انا كمان مش هروح. انا يهمني ابقى في اي حته انت فيها وبس. ايه ايه اخبار البطل بتاعنا؟ زفت. انا مش عارف ايه لزوم التعب اللي احنا بنعمله ده. انا عارف ان مفيش فايده. وبعدين احنا مش قلنا مفيش لزوم للعصبيه دي؟ المساله عايزه صبر وان شاء الله ربنا هيفرجها. يفرجها؟ انا عايز فرج الطب فرج العلم. شوف يا احمد احنا ماشيين كويس بالطب وبالعلم وبفضل ربنا وان شاء الله هنجيب نتيجه. انت عارف ان مدحت سافر لندن وفي امل كبير في نجاح العمليه. الحاله بتاعتك زي حاله مدحت، يمكن معقده شويه لكن مع العلاج الطبيعي والكهرباء نقدر نعدي المرحله الصعبه ويجي عليك الدور وتسافر زي مدحت. انت بتحاول تريحني يا دكتور. اذا كانت حالتي انا اصعب من حاله مدحت وهو نفسه في شك في نجاح عمليته يبقى انا مفيش امل خالص. انت بتحاول تواسيني يا دكتور. ايه حكايتك يا منى؟ في ايه يا ماما؟ احوالك كده مش عجباني، في حاجه مضايقاكي؟ ابدا ابدا. ازاي بقى؟ انا عمري ما كنت اشوفك بتدخني. اول واحد بيسلي نفسه. في ايه بس يا منى؟ احكي لي يا بنتي انا امك. يعني هيكون في ايه غير احمد؟ ماله احمد؟ مش الدكاتره بيقولوا انه بيتحسن؟ ولا بيتحسن ولا حاجه. حالته النفسيه بقت وحشه خالص يا ماما، خصوصا من ناحيتي. اذا حد سلم عليا او حتى بصلي بيعملها خناقه ودوشه. غيرته بقت مش معقوله. مش معقوله يا ماما. معذور يا بنتي، هو اللي جرره ده شويه. راجل زي كله حيويه ورجوله، يلاقي نفسه قاعد على الكرسي متكتف وعاجز. دي مش سهله عليه، عاوز معامله مخصوص. حاولي تريحيه سايسيه. انا بعمل كل جهدي مفيش فايده. اصبري يا حبيبتي، حاولي تخرجيه من وحدته. قاعديه في الجو اللي يريحه مع الناس اللي يحبوه. جو ايه بس يا ماما؟ هو راضي يسيب البيت خالص؟ اعمله له في البيت باي مناسبه. طب هو عيد ميلاده الجمعه الجايه، تفتكري هيرضى يعمله؟ ما قلتلناش بقى ده عيد ميلادك الكام، بس من غير كذب. وحجز ليه؟ انا اتجوزته واللي كان كام. الدور والباقي على لسه هيتجوزوا. انا على العموم لسه ما وصلتش لسن الكذب او السن اللي العمر بيقف عندها. هو في سن العمر بيقف عندها؟ طبعا، اصل عمر الستات ده على ثلاث مراحل. قبل العشرين يزودوا عمرهم، ومن عشرين لتلاتين العمر يفضل زي ما هو. بعد التلاتين بقى تلاقيه حرم، يعني السنه دي تلاتين وبعد سنه تلاتين وبعد عشر سنين برضه تلاتين. الله يجزيك يا مشيره، بقى احنا يا بنت بنعمل كده؟ على العموم يا مشيره انت اتغيرتي قوي. ياكلش محمود هو اللي غيرك كده؟ محمود يغيرني انا؟ ده انا اللي همشيه على العجين ما يلخبطوش. هو الزعل بيخلي الناس تحلو كده؟ زعل؟ ومين قال لك بقى اني زعلانه؟ انا سعيده جدا. ثم انا ما اسمحلكش ابدا انك تتكلم معايا بالطريقه دي. اني طريقه؟ انت فاهم قصدي كويس. مفهوم؟ اهو احمد قاعد هناك. مساء الخير، تسمحي لي بالرقصه دي؟ لا مش حاضر. ازيك يا مريم؟ كويس؟ Thank you.
سنة وانت طيب يا أحمد. وانت طيب. مش معقول. مش معقول حقيقي. زي ما قلت لك صور. مع السلامة. ما باي. أنا بحبك قوي، وكل يوم بيفوت بيخليني أحبك أكتر. أنا متأسف على اللي حصل امبارح. هو حصل ايه؟ منى، انت قلبك كبير وتفكيرك أكبر. أنا حبيت فيك الصراحة والوضوح. تعالي نتكلم بصراحة. افرضي إن واحد حب بنت وهي حبته واتجوزوا وكانوا أسعد زوجين، وبعدين القدر تدخل فحرم الزوج. الزوجة اللي لسه في عز شبابها وفيها كل الصفات الجميلة تعمل إيه؟ إذا كانت بتحبه مش ممكن هتسيبه. لا، لازم تسيبه. ده رأيك أنت؟ ده اللي لازم تعمله. حرام حرام يا منى تدفني شبابك مع انسان ميت.
ما تقولش كده يا احمد. انا بقول الحقيقه، انا مش اناني، انا النهارده بحبك اكتر من يوم جوازنا. والسحابه اللي مرت بينا في يوم من الايام وكانت هتفرقنا كانت وهم. انا متاسف يا منى، كنت غلطان في حقك. اسمعيني لحظة، احنا لازم نسيب بعض. مش ممكن، مستحيل هسيبك ابدا. ما انتي مش هتسيبيني، هتكوني جنبي دايما، جنبي اختي وحبيبتي. مش ممكن، انا مش موافق. للاسف ده الحل الوحيد. اعمل ايه بس يا بابا؟ مش عارفه ازاي ارضيه. انا مش عايزه اسيبه، انا بحبه. هو بيحبك اكتر، استحملي يا بنتي. انا مستحمله وراضيه، لكن هو كل يوم حالته بتسوء، ما بقاش طايق حد، لا حد مش طايق نفسه. معذور يا بنتي. انا عذراء، لكن خايفه يجي يوم اليوم ده مش هيجي ابدا. انا بنتي اصيله، واحمد بيجتاز ازمه، والاصاله والطيبه بتظهر وقت الازمات. خايفه يا بابا. غيروا روتين حياتكم، مسألة النادي والناس والكلام، كل دي حاجات بتثيره. سيبوا البيت، سيبوا هنا خالص، روحوا أي مكان هادي، أنت وهو بس، والحنان والصبر والحب هتقدري ترجعي له نفسه. شوف بقى، لو ما اكلتش دي هزعل منك. مش قادر. عشان خاطري. كأنك ابني الصغير. حضرتك خدت على الدلع. بأكلك بإيدي وبشربك بإيدي. مش كل اللي بيتمناه الإنسان بينوله. كنت أتمنى غير كده. كنت فاكر نفسي هقدر أساعدك، لكن للأسف دخلتك السجن. كل ده سجن. أنا السجن. لا يا أحمد. ما تقولش كده تاني، أنا عندي إيمان إنك هتخف وهترجع لك صحتك. طب افرضي. ما افرضش. أنا مش عايز نوصل لليوم اللي تحسي فيه إني بقيت عبء عليكي. اليوم ده مش هيجي أبدا، صدقني. سيب لها دوارة شوية، أيوه، أيوه كده. هات على اليمين بقى، هات على اليمين، ها. يلا. الله، انت بتفهم في الطيران؟ يعني. لكن انت ازاي تفهم في الطيران وانت حتى ما بتقدرش تقوم؟ بس لما كنت قدك كنت بقدر اقوم وامشي واجري احسن منك كمان. اهلا محمود، امال فين مشير؟ مع مامتها. يا ستي حماتي محكمه رايها ان كل الجهاز يجي من اسكندريه، موبيليا والفرش. انتوا جيتوا امتى؟ امبارح نزلنا في سيسل، كنت فاكرها ليله، لقيتها هتطول، قلت اجي ادور على شاليه يكون جنبكم. امال فين احمد؟ قاعد بره على البلاج. اي خدمه؟ متشكره. انت عايشه هنا ازاي؟ بقول ايه؟ ما تروح تقعد مع احمد. انا مش هلاقي فرصه احسن من دي عشان اتكلم. انا كنت عبيط لما سبتك تروحي من ايديا، لكن دلوقتي الامور كلها اتغيرت. محمود، من فضلك روح اقعد مع احمد. فين هو احمد وفين انت؟
بصي يا منى وشوفي الارض اللي انت واقفه عليها. انت لسه في اول عمرك. لا الشرع ولا الناس اللي ممكن. انت عايز تقول ايه؟ بطوله وتضحيه دول حبر على ورق. جوزك بطل. كل الناس بتتكلم عليه. بس ده دلوقتي. بعد كام سنه محدش هيفتكره. تلاقي نفسك مربوطه مع راجل. اخرس. انا قلبي عليكي. انا بحبك يا منى. وعارف انك بتحبيني. لما كنت عبيطة ومش فاهمة حاجة. انت مين انت عشان تقارن نفسك بأحمد؟ كنت فين لما كان أحمد بيحارب علشاننا؟ كنت هربان زي الجبان. أنا بحب أحمد بكل اللي جواه. بعقد، بمشاكله، بحنانه، برجولته المشلولة. عايز تقول ايه بعد كده؟ ايش اطلع بره. حاضر. أنا خارج. بس عايز أقولك إن البطولة اللي أنت حاطة نفسك فيها دي مش هتستمر. هيجي يوم ويجي راجل يحسسك أنت إيه، وساعتها غصب عنك هتركعي. أخرج بره، بره. خارج. وهبقى أفكرك. بره، بره. ألو؟ أيوة. الو. ايوه. اهلا يا بابا. اهلا يا منى. ازيك وازاي ماما؟ بخير الحمد لله. طبعا طبعا اهو جنبي اهو. اهلا يا عمي. كويسين اوي الحمد لله. وانتوا كمان والله ان شاء الله. ايوه يا بابا. مدحت بعت تلغراف النهارده من لندن وبيقول انه راجع في بحر يومين او ثلاثه. طيب يا بابا اول ما يرجع ضروري تكلمنا، ما تنساش. طبعا يا منى ان شاء الله. لا مش هنسى. يا ترى مين؟ مساء الخير. مساء النور. مش ده شاليه الاستاذ احمد عبد المجيد؟ ايوه. حضرتك مين؟ وحيد. مش معقول. احمد وحشتني يا احمد. سلامتك يا احمد. أنا سمعت عن كل حاجة. كان عندي مشوار هنا في اسكندرية جنبكم، قلت لازم أفوت أشوفك. أقدم لك محيا منى، أعز أصحابي اللي بعت لنا الكاسيت، فاكراه؟ أهلا أستاذ محيا. أهلا. ميرسي على المزيكا الحلوة دي. ده زميلي من ابتدائي لثانوي. لغاية بقى يا ستي ما غوى حكاية المزيكا وبقى مايسترو قد الدنيا. يا راجل بلاش تريقة. الله. أنت لسه غاوي الشطرنج؟ هو فاضل لي إيه غيره؟ أظن حضرتك تعبان من المشوار. تحب فنجان قهوة ولا شاي؟ إذا كان على اللي يحبه بقى يبقى هاتيله إزازة ويسكي. شاي من فضلك. اتفضل. تعرفوا؟ والله ما في أحلى من بلدنا. أنا لفيت الدنيا وسافرت كتير. صحيح في تقدم وحضارة، لكن خفة دم بلدنا وناسها وقلبهم الطيب ما تلاقيش. أنا معاك مع إني ما سافرتش بره. هتسافري معايا لندن قريب عشان العملية. الطب دلوقتي بيعمل معجزات يا احمد. انا سمعت عن عمليات الواحد ما يقدرش يصدقها، ومع ذلك حصلت ونجحت. انا دايما اقول له كده بس هو مش راضي يصدق. مش راضي؟ هو انا طايل وبقول لا؟ على كل حال هو واحد صاحبي راح يعمل نفس العمليه وبيقول ان الامل كبير. وهتشوف هتنجح ازاي. يا ده الوقت سرقنا. بقت 11 يا دوبك الحارجة. انت بتقول ايه؟ انت هتبات هنا؟ معلش هبقى اجيلك مرة تانية. ايه؟ هو انا لحقت اشوفك؟ احنا عندنا هنا في شاليه قوط كتير، انت تبات هنا وتقضي بكره معانا طول النهار. اما اشوف بقى عملت ايه في الشطرنج. بس مش عايز اضايقكم. تضايقنا ايه؟
كام سنه الواحد ما شافكش تقوم تيجي كده وتمشي على طول. من فضلك يا منى حضري اوضه الضيوف اللي فوق. بس ما بسش ولا حاجه، ده امر عسكري. انت نسيت اني ظابط ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ قول لي قبل ما تنزل منى، ايه اخبار الحريم معاك؟ لسه ولا عقلت شويه؟ وعايزني اعقلي بقى؟ يعني في كل رحلاتك مفيش واحده خلت السناره غمزت؟ يا احمد الحياه علمتني اني ما اتعلقش باي واحده، لان كلهم زي بعض. اوضتك جاهزه يا استاذ محي. انا شايف ان استاذي دمها تقيل شويه، مش كده ولا ايه يا احمد؟ عن اذنكم، ادام الحكايه فيها بيد بقى اجيب حاجتي من العربيه. ياه دي الساعة بقت واحدة، أول مرة نسهر فيها لغاية دلوقتي. تعرفي يا منى، محي ده فكرني بحاجات كتير فاتت في حياتي. أنا سمعتك بتضحك، وحشتني ضحكتك يا أحمد. محي ده سافر ولف وعاش، لكن كل ده ما غيرش في حاجة. متهيألي لازم يكون اتأثر بمعيشته بره. أصلك ما تعرفيهوش، طول عمره كده. المهم إنك مبسوط يا حبيبي. يا خسارة، بعد الغيبة دي كلها كان لازم نحتفل بيه. ضروري هو هيقدر، هو في ايه هنا غير البحر؟ ياه ده صاحبك في البحر من الصبح. طول عمره كده ما يصبرش على حاجة ابدا. ما يلا بينا نحصله. نغماته حزينة قوي مش كده؟ ده حزين ده؟ أصلك ما تعرفوش. إيه بتقولوا إيه؟ بنتكلم عليك. حاجات وحشة طبعا. أبدا والله، وده معقول؟ بيقولك إيه؟ كان بيقول إنك ملك الجيتار بحقه حقيقي. ولو كنت سمعت كلامك كان زماني بقيت ملك الأورج. أيوة كنا إحنا الاتنين اشتغلنا مع عبد الحليم حافظ. كش مالك. من فضلك يا منى تحضر لنا الغدا. انا هروح اساعدها. تساعدها ولا دي حجه علشان تسيب الدور؟ انت اتغلبت ولا كان ابقى خد بطارك بالليل بقى. ابقى اخد بطاري في مصر بقى، اصلي لازم ارجع النهارده عندي شغل مستعجل. يعني مش هتفضل معانا شويه كمان؟ يا ريت يا احمد، بس اوعدك هرجع لكم تاني. اما اروح بقى اساعد الست اللي انت مدوخه طول النهار دي. تجيب لي كرة من فضلك؟ حاضر يا حبيبي. بس جايز الليلة تحصل له شد سخونية، لكن الحمد لله مفيش حاجة. الحقنة اديتها له هتريحه لغاية الصبح. عن إذنكم. اتفضل. متشكرين قوي يا دكتور. العفو. أنا مش عارفة أشكرك إزاي يا أستاذ محي. يا سلام يا منى، إيه اللي بتقوليه ده؟ أنا ما عملتش حاجة. على كل حال أنا هفضل معاك الليلة. بس مش يمكن شغلك يتعطل؟ يا ستي الشغل يستنى. هو هيطير.
صباح الخير. صباح النور. ايه اللي مصحيكي بدري؟ اصلي ما نمتش طول الليل. ولا انا. محي انت فهمتني غلط. محي انت اتجننت. محي انت صاحبك يا محي انت اتجننت. الو مين؟ مدحت؟ جيت امتى؟ بتقول ايه؟ مش معقول. ماشي ماشي على رجليك. الف مبروك يا مدحت. ماشي مش معقول. انا مش مصدق. منى منى